مرحبا، كيفكم؟ هلا نحن ان شاء الله رايحين على سنترال الناتشورال هيستوري ميوزيوم، واحد من اكبر الميوزيوم الموجودين. طبعا بحب اذكركم انه هذا كمان بيخضع لنفس النظام تبع اللي هو بي از يو ريكومند اور از يو وانت، فبالتالي هني بيقول لك مثلا $22، بس انت اخر شيء يو كان باي لايك كورتر، حتى يعني ربع دولار ممكن تدفع. فهلا رايحين نشوفه، خلينا نشوف مثل ما شايفين هون هذا نحن في الـ Natural History Museum. هذا هو الـ Entrance، وشيء ضخم جدا. نحن عم ننتظر عشان ناخذ التيكتس، وطبعا التيكتس هون بي اند ريكومند، يعني تدفع اللي بدك اياه. بتطلب ريكومنديشن $25، بس يو كان باي وات ايفر يو وانت. وهون طبعا مثل ما شايفين عند الجدران والكولات والروستر، كيبر فروستر هو الرئيس الامريكي مباشره كان. فهي وحده من هون، وعندكم وحده ثانيه هون. هلا نحن شيء اسمه الافريكان ماملز، جناح في اللي هو الناتشورال ميوزيوم. مثل ما شايفين هاي مجموعة من الفيلة في النص، يعني هون بتشوف مجموعة من الحيوانات مع بعض. هاي الأسود معها كله مجسمات، ولكن مجسمات فعلا قريبة جدا من الواقع. انتم شايفين الموضوع، بس ما بوقف الحيوانات، هو بدخل على البيئة كاملة. هاي مثلا هون بالنسبة لأفريكا لسه نحن كمان موجودين فيها. هون في شيء اسمه باور اوف اسلام، بلش من دور في عن مسلمين باو، و بحكوا هون عن الجهاد، The Holy War. هون بحكوا عن طبعا هذا كله الاسلام بافريكا بحكوا عليه. بقول لك انه كيف انه الاسلام دخل الادوكيشن على افريكا، دخلنا نحن على المكسيك وامريكا الوسطى. هلا هون المكسيك، بلشنا بالمكسيك مثل ما شايفين. المكسيك وامريكا الوسطى هي هون تعتبر اكبر كالندر للاستيك كلتشر. هاي الكالندر تقريبا تعتبر اكبر وحده كانوا يستخدموها لمعرفه الايام والسنين والشهور. هاي حضاره الاستيك هي صاحبة الأهرامات المكسيكية، تعتبر من أهم الحضارات اللي إجت على المكسيك تماما. شفنا مشروع الكالندر تبعه، كان اسمها أمازونيا اللي هي تقريبا في بيرو، وهي هون كانت وسيلة التواصل تبعتهم تقريبا على الجبال، مثل أبواق هيك وموسيقى خاصة. هذا هون بقى بالساوث أمريكان، شايفين هون كيف إنه ناركوتكس مخدرات من زمان موجودة عندنا من زمان. الجماعة يعني خبرة. هون طبعا أتوقع اسمه المعبد يمكن، وهون sacrifices هاي طبعا Asian people اسم آسيا. هلا هون بلشوا بالخيمة، وهون بقى بلشوا بالعرب، اوكي. بعدين بلشوا كوكيجين هون، وهون قبل شوي كان في صوت اذان رسمي بيحكي هون القرآن الكريم، اوكي. شو كان في صوت اذان رسمي في الموضوع. هاي هون اللبس، شوف لا اله الا الله محمد رسول الله. تقريبا القسم الهندي. هون
الجناح الصيني. هاي هون بقى اللي هم يسمونه العرس قبل بيوم يوم الصبحين يوم العرس يعني لسه ما دخلوا على بعض. شوف في المكان ندخل هون بقى كمان على هذا كله هذا نحن بيه. هون كان اللبس ال government لبس الحكومة تقريبا هيك كان. هاي كمان شوية تنانين على السريع. هون هذا الهيوج هذا تبع تقريبا مكان العبادة تبعه. هلا نحن هون في الجناح الياباني. شايفين هون هاي كوريا 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 أماكن التجارة. هاي هون كمان السفن شبان. هذا هو الجناح الياباني باختصار. قبل نحن كنا على كوريا والشغلات هي كلها. هذا كوتو لو كان شكله نوع من انواع الميوزك. هاي نوع من انواع الالعاب كانوا يلعبوها. وهي طبعا اداة لصنع الشاي. هذا الترديشنال هاوس في جابان. Really beautiful. North American memories. Yo. So we have seen تقريباً لكل continent حيوانات الخاصة ونمط الخاص. هذا هو تقسيم ال يعني تقريباً على ال based على موضوع اللي هو الجغرافي حسب تواجد القارة. هذا هو بال Natural History Museum. Awesome. طبعا مجسمات مسوى مجسمات. هذا في جناح شكله والله أعلم جزء في أمريكا في أمريكا الوسطى. مثل ما شايفين تماثيل كتير كبيرة. مكان كتير حلو. Okay. Coast Salish baskets. هذا هون اسمه أوريغامي. مثل ما شايفين هي كلها أوريغامي. سامين جيرة عيد ميلاد من الأوريغامي كامل. هون رح ندخل على جناح أو قاعة اللي هو أصل الإنسان. مساوين الإنسان وشلون الأحافير والشغلات هي كلها. هاي بقايا من الحيوانات وأقول لك شلون في كثير شغلات انقرضت. مثل ما شايفين هون الفوسيلز الأحافير. مساوين تقريبا هون أقول لك إنه نحن آخر شيء كلياتنا من فصيلة واحدة. هون أقول لك إنه كيف نحن توزعنا كبشر على مدار الأرض بسبب توزع الأرض هذا كله. هذا ساوى الفرق بين فصيلة وفصيلة أو من جنس بين مكان ومكان. ولكن نحن كلياتنا ون هيومن وبالتالي من آدم عليه السلام. هون طبعاً كمان مسوين جناح خاص للمعادن. بدأت تشوف المعادن بشكل دارج. هذا كله في قسم المعادن. طبعا هذا الموزيوم جدا كبير يعني. هذا طبعا الطابق الثالث. الطابق الثالث هون تقريبا نحن ميرا في محل اللي هو من توقع الديناصورات والشغلات هاي. هاي
كبيرة بالنسبة للجزء اللي هو الديناصورات بأشكال متنوعة وكبيرة جدا. يعني هالجماعة فعلا تعبانين في الموضوع هذا. هون بقى عندكم فيو. شوف تقريبا منا منهارن. هيك هيك بريك بدون اي شيء طبعا. بس هيك كمان ديناصورات